أحب أنتهز الفرصة وأهن المنتخب القطري على الأداء الجيد في المباراتين أمام سويسرا وإيسلندا. أنا فخور وسعيد جدا بتواجد 7 لاعبين أساسيين من السد في المباراتين، وهذا يعتبر لنا فخر كجهاز فني. وانتهز الفرصة أعبر عن خالص أسفي لخبر إصابة اللاعب نامتاهي، صحيح هو لاعب في الفريق المنافس لنا، ولكن هو لاعب جيد وإحنا نحتاج مثل هاللاعبين الجيدين في الدوري لإثراء الدوري وجعل المنافسة أكثر. المناسبة أهني اللاعب عبد الكريم حسن الموجود حاليا معنا في المؤتمر بمناسبة ترشيحه ضمن أفضل 3 لاعبين في آسيا لسنة 2018. أتمنى له المزيد من التقدم وأتمنى أنه يواصل المستوى ويشد حيله عشان يكون أفضل وأفضل إن شاء الله. بخصوص مباراة العربي، طبعا هي المباراة ديربي بيننا وبين العربي، فترة التوقف دائما ما تكون مزعجة للمدربين، ولكن أجواء السعادة والتفاؤل اللي يعيشها الفريق يخلينا احنا نكون متفائلين بعدنا بنقدم مباراة ممتازة إن شاء الله، لأن الانكسارات اللي أو الخسائر أو التعادلات اللي خذناها ما كانت أشياء طبيعية. ذكر بالتفصيل مباراة بيرسوبوليس كنا أفضل من الفريق الثاني، في مباراة الأهلي كان حادث عرضي ممكن ما يتكرر مرة ثانية أو وفق ظروف معينة. بالنسبة لمباراة بيرسوبوليس كنا أفضل بشهادة الجميع، بالنسبة لمباراة الأهلي حصلت في وقت لعبنا في وقت كنا طالعين فيه من البطولة الآسيوية. باختصار الدوري لازال في الملعب، الدوري لازال في أيدينا، ما زال لدينا مباراتين مع تحيل وممكن احنا نقاتل في هالمباراتين هذول، رغم ان للحين احنا بس في وقت قصير راح نلعب 5 مباريات اللي هو في شهر 11 و12 قبل توقف كاس اسيا، ولكن لازم اذا اردنا الفوز بالدوري يجب ان نقاتل ويجب ان نجتهد من جد وجديد للوصول مره اخرى الى دور قبل النهائي ونهائي دوري ابطال اسيا في الموسم المقبل ان شاء الله. المباراة الأولى طبعا نفس ما شفت النتيجة كانت كبيرة، لكن فريق العربي يبقى يعني فريق له اسمه وتاريخه، ممكن كل مباراة لها ظروفها، يمكن هم ما توفقوا في المباراة اللي في القسم الأول، لكن هذه المباراة في القسم الثاني أكيد راح هم يكون لهم يعني ردة فعل، فنحن لازم نكون حذرين خلال المباراة من ردة فعل العربي ونستمر على من ناحيتنا احنا كنادي السد نستمر على أداءنا الطيب ونحاول إن شاء الله نطلع بنتيجة طيبة واللي هي 3 نقاط وهي الأهم يعني عشان نكون موجودين في يعني طريق المنافسة يعني على الدوري. والله أنا سعيد جدا وفخور إني أكون كثالث لاعب قطري إني مترشح لهذه الجائزة، وأكيد يعني هالترشح ندل يدل على ان اللاعب او قطر عندها لعيبه يعني مستويات عاليه، له في لعيبه بكفاءه عاليه، فافخور جدا اني اكون ثالث لاعب قطري اترشح لهذه الجائزه والله يوفق الجميع ان شاء الله. يعني صراحه انا ما كنت متوقع يعني كان يعني ما كنت أتوقع أني أترشح على هذه الجائزة، لكن سبحان الله هم عندهم معايير أو عندهم إجراءاتهم يتخذونها في اختيار اللعيبة، لكن بالنسبة لي راح يعني سمع حق قطر وسمع لي يعني شيء يضاف للتاريخ أني مرشح في أحد الأيام وأحد السنين ورشح لأفضل لاعب في آسيا. يعني أقول لك إياها إحنا السد، فإذا بتكون في أي مجموعة إن شاء الله مجموعة دائما من الكوكب المريخ، فإحنا السد لازم ننافس، لازم نتأهل، لازم نوصل لأبعد مرحلة، ما نفكر إن كمجموعة إنها صعبة ولا سهلة، الهدف دائما اللي هو التأهل لأدوار الأكبر يعني ولا أبعد يعني.